صباح الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بقى فراخ بلدي محشيه فريك، وهعمل محشي بتنجان ومحشي فلفل ومحشي طماطم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المحشي هعمله لكم بطريقه حلوه قوي قوي، هعمله لكم ان هي طريقه ما تكونش فيها زيت كتير، ما تكونش ان هي يعني نوفر شويه في الزيت. طريقه سهله طبعا، كل واحده يعني بتحب ان هي تعمل محشي بس بتحس ان هو صعب، انا هعمله لها بطريقه سهله قوي 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 النهارده. خليكم معايا كده لاخر الفيديو وهتستفادوا من كل حاجه انا بقولها لكم. طبعا قبل ما ابدا ما تنسوش اللايك وتعليق جميل يشجعني، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويشير مع اصحابه عشان الكل يستفيد، ويفعل الجرس وكلمه الكل. وتعالوا بقى نبتدي كده. طبعا انا هحشي فريك، زي ما انتم شايفين كده انا غسله الفريك كويس جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هبتدي ان انا احطه بقى على النار، هحط عليه حبه ملح وحبه فلفل ومعلقه سمنه، وابتدي ان انا اشوحه لحد ما يتشرب الميه اللي فيه خالص، وبعد كده هنبتدي نحشي بيه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الملح والفلفل، هبتدي ان انا احط معلقه سمنه بالشكل ده، وابتدي ان انا اقلب فيه بقى لحد زي ما قلت لكم احمصه كده معايا، او ان هو ينشف خالص من الميه بتاعته، وهبتدي بقى ان انا احشي بيه. طبعا انا بالنسبه للباذنجان انا جبته طبعا وقورته وغسلته كويس جدا، هوريكم بس الطماطم انا بفرخها ازاي، وهوريكم برضو الفلفل، وهوريكم حشو الفرخه بقى بتعمل ازاي واعملها لكم. اهم حاجه التتبيله بتاعه اللي انا هعمل لكم بيها والطريقه اللي هعمل بيها المحشي، انشوا عليها هتلاقوا الدنيا سهله معاكم جدا جدا. طبعا انا هنا حله حاطه فيها ميه، قبل لما انا احشي الفرخه هتكون الميه غليت، هبتدي ان انا احط الفرخه فيها وهنشوف برده هنحط ايه في الشوربه معانا. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا منظفه الفرخه. طب غسلتها ازاي؟ انا بنقعها شويه في ملح وليمون، بعد كده بسيبها بتاع ساعه، وبعد كده اقوم جايبه دقيق دعكاها بيها كويس جدا، وبعد كده اقوم شطفاها وسايباها متصفيه لحد ما تتصفى. دلوقتي بقى هبتدي ان انا احشي كده بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده حشيتها، طبعا مش مليها قوي او ما بتجيزهاش. هبتدي ان انا احط بقى الرجلين بتاعتها في الفتحه اللي هنا ديت، واضغط عليها كده عشان ما تفتحش معايا بالشكل ده، بضغط على الورك من هنا بحيث ان هي الورك ما يفتحش معايا تاني اهو بالشكل ده، وادخل برضو رجليها التانيه من تحتها كده زي علامه في من تحت الرجل التانيه، وبرضو هضغط عليها عشان ما تفتحش معايا تاني اهي. شفتوا في تكه كده حصلت، يعني الورك بيلين معايا بحيث ان هي ما تفتحش معايا تاني كده. بقى هنبتدي ان احنا نجهز بقى الميه مع بعض. طبعا بالنسبه للجناح هتحطيه وراها كده، يعني هتلفيه الناحيه التانيه كده. بالنسبه للراس لو انت مش عاوزه تقطعيها الرقبه، انا بدخلها كده في الفتحه اللي هنا دي، واقوم حاطه لها خله بحيث ان انا امسكها بالشكل ده، خله عاديه خالص، اقوم شبكاها كده هتبقى بالشكل ده كده اهي. قفلتها طبعا كده من عند الراس. دلوقتي بقى تعالوا نشوف هنحط ايه في الميه بتاعتها او الشوربه. طبعا دلوقتي بقى هنبتدي نحط في الشوربه ايه، احنا عاوزين ننكه الشوربه الاول. هحط لها ورق لورا زي كده، عندي حبهان انا جايبه اللي هو المطحون، بيبقى افضل على فكره بكتير من الصحيح. هحط بس حاجات بسيطة بس كده بتدي طعم للشوربة معايا. لو عندك الصحيح يا دوبك بس انت دوسي عليه من على الحرف كده يفتح معاكي، وبعد كده حطيه. عندي هنا بصلاية صغيرة كده او متوسطة، هبتدي ان انا اضيفها. كل ده هسيبه بقى يغلي في المية كده، وبعد كده انزل معايا الفرخة.
دلوقتي بقى هحط حبه فلفل اسود بالشكل ده، رشه كده، واحط معلقه ملح لحد ما اظبط ملحه. طبعا مش هزود ملح تاني دلوقتي، وهبتدي بقى هنا الصدر. انا يعني ممكن ان انا لو هي كبيره معايا بالسكينه كده وفتحي الصدر شويه، يعني اديها نغزتين بس كده في الصدر بالنسبه للفرخه. دلوقتي بقى الميه غليت، هبتدي ان انا احط الفرخه كده بالشكل ده، وعندي الكبد والقوانص برضه هحطها. ودلوقتي اخر حاجه هحطها بقى هي المرقه، سواء بودر بقى اللي هي القطع اللي زي كده، وهوطي عليها يعني ههدي النار شويه واغطيها واسيبها بقى تستوي براحتها. وتعالوا بقى اوريكم على طريقه المحشي، خطيره يعني هو بالطريقه اللي انا عاملها دي، وبصراحه هتدعوا لي على طعم المحشي. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده، طبعا زي ما انا قلت لكم انا مقوره البتنجان. هحتاج ايه بقى للمحشي؟ هحتاج ربطه من كل نوع من الكزبره، ربطه كزبره، ربطه شبت، ربطه بقدونس، ربطه من كل نوع، وثلاث بصلات كده يكونوا كبار. وهحتاج بقى التوابل، وهحتاج طبعا الصلصه. طبعا اول حاجه زي ما انا قلت لكم ان انا هوفر معاكم شويه، ان احنا مش هنستخدم زيت كتير. اول حاجه هعملها ان انا معايا شفشق صلصه كده، هبتدي ان انا اسبكه على البوتاجاز من غير اي حاجه، من غير زيوت، من غير اي حاجه. هبتدي ان انا احطه معاكم دلوقتي على النار زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا اضيفه من غير اي حاجه خالص، مش هحط البصل ولا اي حاجه، لا انا عاوزاه مجرد ان هو يتسبك بس ويتقل معايا، ونشوف بعد كده الخطوات هنعمل ايه. بالنسبه للبصل عندي هنا بقى، عندي الكبه قطعيه عليها، ما عندكيش تقدري ان انت تقطعيه بالسكينه عادي، نفس النظام في الخضره. هجهز ده كله ونيجي نشوف هنعمل الفلفل والطماطم ازاي. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده احنا قطعنا البصل وقطعنا الخضره، هنبتدي بقى ان احنا نجهز في الفلفل. هبتدي ان انا اقطع كده الفلفل من فوق، واطلع بس البذر اللي جواه ده بالراحه كده. هي زي ما انتم شايفين كده انا فرغت الفلفل، هعمل معاك واحد تاني اهو بالشكل ده. هبتدي ان انا بسكينه رفيعه كده ابتدي ان انا افرغ اللي جوه دوت، وسهل قوي ان هو بعد كده بيطلع معايا. بالشكل ده خلاص زي ما انتم شايفين كده اتفرغ معايا اهو. هبتدي بقى ان انا اكمل كل الفلفل نفس النظام، هعمله برضو في الفلفل الرومي اهو. هبتدي ان انا اطلعه كده اهو بالشكل ده، لكن مش هرمي دي لاني انا هغطي بيها، يعني بس هقطع الحته دي بس كده وهسيبه بقى ان انا اغطي بيها بعد كده. فهركن بقى كله كده. تعالى اوريكم كمان الطماطم، هقطع الحته دي كده بالشكل ده، هركنها برضو على جنب. هبتدي ان انا افرغ الطماطم كده بالشكل ده، فرغت معايا بكل سهوله. هعمل بقى كله كده بنفس الطريقه، هفرغ كله كده ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. وزي ما انتم شايفين كده احنا جهزنا كل حاجه. دلوقتي عندي البصل، هبتدي ان انا اضيفه هنا في اي حاجه كده، وهنضيف عليه التوابل. طب ليه انا ما حطيتش التوابل على الطماطم او على الصلصه؟ عشان انا عاوزه البصله تتشبع بطعم التوابل. فهنحط ايه توابل دلوقتي معانا؟ تعالوا بقى نشوف التوابل المميزه اللي احنا هنحطها تخلي طعم المحشي معانا تحفه. هنا معايا ملح، معايا كزبره ناشفه، معايا كمون، معايا فلفل اسمر، معايا نعناع، نعناع ناشف، وهنا بابريكا. هبتدي ان انا احط ده كله كده بالشكل ده، وابتدي ان انا اقلب حلو قوي بحيث ان انا اخلي البصله تتشرب من كل التوابل دي. يعني دي اول خطوه تعملوها،
ويجربوا النعناع مع المحشي، بيديه طعم خرافي. بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين كده، انا قلبت البصل بالتوابل، الريحه طلعت تجنن، وفي نفس الوقت انا عاوزه البصله تدبل شويه. عندي بقى هنا دبس الرمان، جربوا بقى الوصفه دي هتعجبكم جدا. معلقه دبس رمان كده كبيره هتفرق معاكم كتير في الطعم. انا بعملها كده كمان في اي نوع محشي، يعني انا عملتها في ورق عنب كان خطير. هنقلب برضه ده كله كده مع بعضه. صدقوني جربوا الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي، المحشي هيطلع معاكم تحفه، هيطلع خطير خطير. طبعا قلبنا ده كله كده. احنا بقى غسلنا الرز وجهزناه وسايباه يتصفى، هبتدي ان انا اجيبه واضيفه عليه. هبتدي بقى ان انا اضيف زي ما انتم شايفين كده الرز. وابتدي بقى ان انا اقلب كده كله مع بعضه بالشكل ده. بجد بجد يعني الريحه ما قلتوش على ريحه التوابل لما حطيتها، بتخلي كده يعني الخضره كمان ما بتبقاش دبلانه. يعني كل الوصفه اللي انا بعملها لكم دي وسهله ومن غير التسبيكه ومن غير زيت كتير. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا احط الخضره كمان. زي ما انتم بقى شايفين كده، والله منظر الرز بالخضره بالبصله بالتوابل خطير. دلوقتي بقى هبتدي ان انا احط الصلصه، احط حبه زيت صغيرين وابتدي مع بعض الطريق. طبعا زي ما انتم شايفين كده الصلصه عندي اتسبكت، هحط لها شويه سكر، وده طبعا انتم عارفين ان طالما صلصه يبقى لازم احط حبه سكر عشان ما تبقاش فيها طعم الحموضه اللي فيها ده ما يبقاش كده بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا اضيفها كده وهي سخنه عليها بالشكل ده واقلب. طبعا اخر حبه زيت بقى كده هنحطهم بالشكل ده، يبقى خفينا الزيت ما حطيناش كتير زي ما بنحط واحنا بنحمر البصله، وفي نفس الوقت عملناه خفيف وفرنا زيت. التوابل طعمها خطيره، ريحتها تحفه. زي ما انتم شايفين بقى، انتم عاوزين طبعا، هي الكاميرا برده مش جايبه ان هو لونه فعلا الصلصه فيه كتيره، تقدروا تشوفوه لو هو محتاج صلصه تحطوا له صلصه. هو كده الصلصه فيه خطيره جدا، اللون حلو قوي معايا. هنبتدي بقى ان احنا نحشي. هبتدي بقى ان انا احشي كده، انا مش هامله جامد عشان لسه برده الرز ده هيزيد معايا. ده رز مصري بقى، ان هو طبعا انتوا عارفين ان هو بيزيد، يا دوبك بس اعمله كده بالشكل ده، ما اخليش الرز ولا اكبسها ولا اكبس المحشي او البتنجانه ولا ان انا املاها جامد عشان ما تفرقعش مني. هبتدي بقى ان انا اجيب حله واوقف كده فيها، هبتدي بقى كله هحشيه بالشكل ده. طبعا بس انا كده عشان هو رفيع فببتدي ان انا اسقطه بس لتحت كده، هيبقى بالشكل ده كده كله بقى، هكمله كله كده. ونفس النظام برضو لما اجي احشي الطماطم اهو، احشيها بالشكل ده كده بس، وهغطيها بالغطا بتاعها اللي احنا سايبينه اللي احنا قطعينه منها، هغطيها بس كده تدي منظر معايا حلو. نفس النظام برضو في الفلفل، انا الفلفل ما قطعتوش جامد بقى، يعني فتحته بس كده مجرد ان انا طلعت القلب. أو طبعا كده بالشكل ده، اهم حاجه ان انت ما تكبسيش وما تقمليش على الاخر عشان ما يفرقعش منك او ما يقطعش منك. بس هبتدي ان انا نخلص بقى كله كده ونيجي نشوف هنحط ايه عشان نسويه والتسويه بتاعته ازاي. زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا الرصه بتاعت المحشي بالطريقه ديت. هبتدي بقى ان انا اجيب شوربه من اللي انا حطها اللي انا بعمل بيها الفرخه، او ممكن ان انت تستخدمي مرقه عاديه، مرقه دجاج عاديه ونحطها عليها. بس هقول لكم الكميه اللي انا هحطها من الشوربه قد ايه.
وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الشوربه. طبعا لازم اميل كده عشان اشوف الشوربه باينه عندي. لازم الشوربه تبقى يعني نسيب عقلتين صباع كده من فوق، ما تبقاش الشوربه مليانه على الاخر في المحشي بالشكل ده. هحطه على نار عاليه لحد ما الاقيه بيغلي، هسيبه لمده 10 دقايق وبعد كده اوطي عليه واسيبه بقى براحته يستوي. وزي ما انتوا شايفين كده بقى ناقص الخطوه الاخيره اللي هي بقى ايه اسهل خطوه، اللي هي الاكل. وبالهنا والشفا. طبعا الاكل هيعجبكم جدا، الطريقه تحفه هايله، الريحه والطعم خطير. الفرخه حمرتها برضو على شوايه الفرن، هتعجبكم جدا جدا الوصفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبك الفيديو ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واهم حاجه اللايك وتعليق جميل يشجعني. ونقول لكم انتظروني في فيديو جديد باذن الله، وباي باي.